عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطاهرين. نبارك لكم أيها الحفل البهيج هذه الذكرى العطرة، وندعو الله أن يرزقنا شفاعة أهل البيت عليهم السلام، إنه سميع الدعاء. أبو الفضل الاسم الشامخ العالي الذي يحمل المكانة العالية في قلوب الشيعة والمحبين. كانت حياته رضوان الله عليه منذ بدايتها وحتى آخر لحظة منها فداء للدين والعقيدة والإمام المعصوم المفترض الطاعة العباس بن علي عليهما السلام. لو ذكرت الشجاعة ذكرت العباس، لو ذكرت الأخوة ذكرت العباس، لو ذكرت الإيثار ذكرت العباس، لو ذكرت التفاني ذكرت العباس. العباس هو الشخص والشخصية والعلم لكل هذه الفضائل، حق لنا أن نفخر وأن نحتفل بهكذا شخصية وأن نقيم الاحتفالات لميلاده المطهر. أما الآن فمع أولى فقرات احتفالنا هذا وقراءة للمولد الشريف، يتفضل بقراءته خادم حسين الأخ حسن السكراوي، فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. بالشكر الجزيل لخادم حسين الأخ حسن السكراوي، ونتمنى لكم الموفقية والسلام. أبا الفضل ليس الهم سقمي وعلتي، ولكن همي أن يلم بكم عارو. أخاف مقال الجاهلين لجهلهم، لقد عطب القوم الذين لهم زاروا. وأعلم حقا أن ذاك بشارة لزائركم أن لا تمر به نار. الأبيات الشيخ علي الأحسن النجفي رحمه الله. أما الآن فمع فقرة الشعر في مدح أبو الوفاء مع خادم الحسين الشاعر الأستاذ عبد الحسين المهدراتي، فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. ربي عليه حسن والحسين صلوات، ربي عليه العادي صلوات، ربي عليه من المعصوم صلوات، ربي عليه صاحب العصر والزمان. على ما أنفع به أسماعنا من نسج الكلام وجميل الشعر، ونتمنى له دوام الموفقية في خدمة أهل البيت. عن ثابت بن أبي صفية قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلغ وفدا أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة كما جعل جعفر بن أبي طالب. وأن العباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. أما الآن فمع المدائح والجلوات مع خادم الحسين الرؤول المهدي عباس، يتقدم مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. صلوات ربي على النظر. نتمنى حضوركم غدا، وضعوا نوياكم إن شاء الله. أفضل الصلاة.